المهم كبيدات ديالي هانتوما الكومبين ديال هاد النهار، عرفتي زوين مريح هانتوما. الصراحه هاد الطوينكات عجبوني بزاف، جو كيوت صراحه. وصافي هذا ما كان كبيدات ديالي. شي اللي كاين سي علي اليوم ضرب لينا الصفر. ايوه الاصفر نصر زوين. شكرا لك الدولي اللي بالسيا جات معنا. شكرا لا انت لا الحبيبه ديالي رويا. لا اشكر نابسو والله لسه ما صبرك على شي فرق. اعطيني بنتي شي اعطيني المشكل ما تعطيش ماماها. شي في شي بعد الماما عطي ماما كيف بنتي ناخذ الفلوس. شكرا كتقولي شوفي بابا شوفي دابا حيت تعلمات شوفي عطيني وما كتفرقش ما بين شوف وشوفي. اي تمام سندني شوك الشكره ديال رويا. شوف راس بنتها واخيرا الا قلت لكم من نهار خديتها من نهار دزات رويا عمرها ما تصبنات حطيتها في الماكينه البارح. واخا صراحه كان فيه واحد الخوف ما يمكنش عليه وديت هاد العيبات هادو قاصحين، مي لقيت لهم الحل دورت عليهم التقاشر الحمد لله صبنات مزيان وكلشي وصافي. وصراحه الكريطه ديالها زوين مسكينه كانت تعداو عليها وباقي كيف ما هي باقا جديده البنات. سي فريمون زوين كنت خديتها من ابابك وصافي. هذا ما كان كبير ديالها. اش كدير علي كتنقي لي صباطي لا خطيك. شكرا شي شخصي الحياه الجميله وواحد كيعاون الاخر الصراحه تقال انا كندير حاجه وحده اخرى هو كيعاونني حتى هو مسكين. يا طرب بغيت نشوف بان السويك هكا في البوردو باش يهرس هاد اللوينات هكا. ديجا في الصباط غادي نلبس داك النيو بالانس البنات اللي في الباجو والبيض وصافي. عرفتوا البنات شفنا دابا الطريق عرفتي ما نقولش لكم ساعه ديال الطريق. المشكلة انا باغا ناخذ شي حاجه تما كاين في القاره الاسيويه منها ندورو منها نتقدى شي حاجه خاصني حيت كيف ما ديجا كنقول لكم القاره الاسيويه ارخص بزاف ديال المرات على القاره الاوروبيه. نقدر نقول لكم الضبط ديال الاسمنه هناك تقريبا كلشي فيها رخيص حتى لي كافي صراحه رخاص حتى الحويجات كتلقاو صراحه بون بري كتلقاو الاسمنه زوين مناسبين عكس هنايا القاره الاوروبيه شويه صراحه طالع الثمن ديالها. وصافي هذا ما كان عندنا شي ساعه ديال الطريق بحكم الزحام وداكشي ورويا خلينا حتى دات لاسيست ديالها وصافي تخلي على راحتها. واليوم كان بزاف ديال الشغالات في الدار ايوا خلاص هادشي اللي كاين حبيبات ديالي. هذا ما كان شوفوا رويا جربتها ديال الكاسكروت ديالها ضروري كنصوب ليها شي حاجه في الدار عاد باش كتخرج. ما شاء الله تبارك الرحمن الشيوة وانا ما جايبش الجاكيت ديالي قلت علاش حيت اليوم سخون الحال شي شويه ودرتوها بيا رويا درتوها بيا بنتي. يا مر يا غيور سلر غيور عرب كزي جمدن باكيور. زمك مستيوسن يا مر بوردا بين مندا شوفوا ما شاء الله ما كانش باين نهائيا والجو فريمون زوين اصلا اليوم ما كان طراش نهائيا ما خير ان شاء الله ما كاين مشكل كنصبر راسي ماشي مالا تشاكيت لو انا عباد الله وين بين مي ورميا كزمني ديوراني كمبيميا كمبيميا حنا وصلنا هنايا للكاديكوي ما بغادي نمشيو لواحد السوق سميتو واحد الشارع سميتو تشيلاكس فين داكشي ديال الحويجات وداكشي كامل. المهم شوفي الا لقيت شي هوتات الحمد لله وصلنا مزيان. شوفوا ها عطيها الرويه وحيده هذاك لا ما مزياناش الا كنت تقبع هذيك ما مزياناش. شوف كاين ما احسن منها هايا باكله شوف كاع هادوك لي زوين خدا لها هادي ميما تشري كاين. الله عرفتي ميمكنش واحد الجو زوين وكيبالي غادي نتصيد في الجاكيت حيت مجبتهاش مي مكاين مشكل. شاو هنا شويه ديال البرد كاين والله لكن شويه ديال البرد. اكثر حاجه زوينه هنا في تركيا انا كيتهلاو
في الكلاب والقطط. شوف المهم عرفتو هنايا راه كلشي زوين. عرفتو هنايا كاين بزاف ديال البلايص ديال الشميسو ديال المشتريات هكا اللبسات ديال النساء الرجال بالثمن زوين بزاف عكس صراحه القاره الاوروبيه فريمون. سميتو الاثمنه مناسبه. كاين دو تريك تبع الحال شويه طالعين من الكاليتير ما نقولش لكم كاليتير زوين. شوفوا ريو عاد شطحوا يا صاحبي هذا ما كتشوفوا ريو عاد اش كياكلوا كاستاني هنايا 8 صافي كيبداو يجمعوا. شوف هذا ابات هاي باغي بحال هادي مي باقي سخون باقي الجو ماشي حتى لهاد الدرجه فن الشو ما عرفتش الثمن ديالها فريمون زوينه. المهم شوفوا البنات هاد واحد الاجواء زوينه ماما شو قبيله شبعوه علي ورويا شبعوا الكاستانه كاستانه. سربي سربي هاتي واحد الاجواء زوينه غالي يسلمي ها تم شيء غنكون يا سي غمر وطلعت وطحت الشط تبارك الله ما نقولش لكم الله يسلمك بس دامت بس دامت سبورت راه حتى دمزلن يعني عرفتي تفتلي عينا جينا جينا الميكروس ناخذ داكشي خاصنا. كنت بغيت نمشي لو بلو كافي ياك لو بلو كافي كنت بغيت نمشي لو بلو كافي كيتو مع 7 هذيك فيها كرواسون ما نقولش لكم كلشي اي حاجه بحال داكشي اللي عندنا في المغرب كرواسون اموند. المهم تجيت ناخذ كافي اموند شي كرواسون اموند ومع شي لاطي بحال هكا ما لقيناش هنايا صراحه كاين سانتيباسيون داكشي طلع ليا في راسي وصلي جينا ناخذ هنايا شويه ديال الجيبس ولا ناخذ داكشي اللي تقاوت لي خاصنا نمشي ندوز حدا البحر وانا مكان المهم هنا أغلبية البيران المهم هادشي عامر في القارة الآسيوية بهادشي باش عامر الصراحة ياك عادي قلت له باش هادشي باش عامر القارة الآسيوية هاد البيران هاكا مسكين طاح دايخ ولكن داكشي اللي فيه ما زوينش ماشي كاش حتى برضه الى نفس الشهر. شوفوا ميم لي كافي صراحه كاين دي مارك خاص دي مارك خاص والستيل ديالهم زوين زي هاد الكافيات كمان كثير زوينين
المطاعم كاين اللي بحال ما هكا. هنا الاغلب البلايص في كاين محلات ديال الشوبينغ، شوبينغ هنايا واعر. وانا اكثر حاجه كتحمق هنا يخليو عليا ديك الكافيات، حيت ما شاء الله في القرار الاوروبي كاين محسن الصراحه وزوينين لوكس ونقيين. من هنا الشوبينغ صراحه رخيص، رخيص شويه على القرار الاوروبي. هنا اون جينيرال اصلا كلشي غلى هنا في تركيا، مي الا جينا نقارن ما بين القرار الاوروبي والاسيوي، القرار الاسيوي ارخص. المهم البنات جينا هنايا للساحل، شوفوا هاد البطاط كيديروا لبشكطاش السوق المصري. المهم جينا هنا نتمشاو، خلينا الاغراض ديالي اخلا معايا علي انا نرد لها الباب. قلت لكم البنات هنا غادي نمشيو شويه مازال قدام، كاين واحد الفيو زوين حتى هو الصراحه. يلا اجي عطي ماما كيديها بنتي، عطي ماما كيديها علي، قلت لها عطي ماما كيديها. يلا هادي قيمية قيدي وصفك غير هضره بنتي والله. قالت لك يلا نمشيو للباطو، هادشي الدنيا عامره واحد الجو واحد الشكل الاجواء تاع زوينه الصراحه. تنشك معكم شنو خديت الصراحه، ما خديتش شي حاجه بزاف، خديت غير بياسه وحده حيت باغا شي حاجه اللي ناخذها دابا ونلبسها ماشي تقعني في الباكا تاع الشهر. ها البورتون بين لونر كاش حق سوريور من قال كاين باش يلا باك باك ماشي ناقصه، نجيب غير خفاف ظراف نتغداو برا وكلشي. هذا باش يكتشطان هاي بغسان دو قصات ابد ري صداتني اليوم ما عادش شطرا لهم اشطرا لهم مع الجيمي. واه ها انتم عايشوا معايا هاد الاجواء الزوينه والله العظيم الا غزال غزال. اش كنبغي نشارك معكم هاد الخرجات هكا كتكون خفيفه ظريفه وكيكون فيها اجواء زوينه وفايبس زوين بشكل واحد حتى هو يبدل. المهم البنات جينا هنايا ناخذوا اكميك بالك بالك اكميك ها اكميك بالك البنات كيدير 100 ليره. وعند هاد السيد نقي كيدير لي كون كلشي تنقي هو اللي عرفتي شحال فيما كنجيو هنا كناخذوا عنده شحال عنده داكشي زوين ونقي صافي. عنده حتى السجق كفته كلشي سيريوس. وين البنات خديت هنايا هاد الخبيز فيه الحوت ريا ضاقت منه عجبها باكله باكله خدا دابا عرفتي عمرنا بريحه الحوت. اجا بنتي اش يلا اش ريا بحال شي قطيطه غير عطي. شوفوا ريا وعلي بحال شي قطه قطيطه زوينه قطيطه زوينه جيبو ما شاء الله. ريا عجبتها شي حاجه مسكينه كتبقى تشطاح شوف واحد القطه تما كاين خصنا نعطيوها شويه طيلا. اش نقول لكم من احسن السندويشات ديال الحوت هو وهاد السيد هاد السيد هاد السيد انا ديجا انا دقت ديجا في السوق المصري باقي تعقل فالبنات لا علاقه هذا واعر. كيحط الخوص كيحط الخوص كيحط الخيزو كيحط البصله خلاص الحوت الليمون الحامض وخلاص المليحه وداك الشيء ما عرفتي الا اللذه في يدي وحق الله العظيم ونقي. ممكن الا دار شي واحد اخر شي واحد اخر بنفس الطريقه ما غاديش يكون بهاد بهاد اللذه. هادي جيت جيت بانجيور جيت شوف واحد الكرتونه لقيناها وكل مره كنديو هاد البلاصه حيت كانت صبات الشتا وكاع الكراسه دايرين كاع الكراسه فازقين. شوفوا البنات شنو جبت لها من الدار، عصرت لها العصير ديال الليمون عصير البرتقال درت لها في هذه القريعه هكا هكا مامي فرحانه دابا. وكان عندك السخيل ديك الصباح باكري بابا فيرس نسانا شوفوا الصباح ناصر على الاقل الطوموبيله شويه قريبه ياي الطوموبيله شويه قريبه. شوفوا البنات شنو خدينا هنايا، خدينا هاد الديماس هذا السخمه برتقال عصير الليمون كي طبيعي بحال ماشي بحال ديال الرؤيا. خديت لي واحد وعادت انت ياه ناد السنين المهم البنات جبنا هنايا شويه ديال الجيبس شنو جبنا مازال شويه المهم داك التقاوس وداك التخربيقات كاملين رؤيا. لا لا بنتي لا لا بنتي عافاك انا نعطيك شي حاجه اخرى نعطيك شي حاجه اخرى. انا جبت لك معايا الميكله ديالك واخا لا منوع عليك يا بنتي داك الشيء. الحمد لله ودوزنا نهار غزالي كعلي عليك يجيك النهار اون مره والله ها اون مره
عجبك ياك داز خفيف ظريف وما زربناش في الخرجه هذيك ما خرجنا من الدار هذيك خمسه صح كنا هونيك ما نقول قبل ما ننام وبانجيو شي الحين لو جينا هيك وما اخذت نومه يا الخرجه براس بولا شي واليوم ما عاش ولاش كتفيق لينا البنات ولا كتفيق لينا بتلفزيون مع ديك 7 ونص 8 اي والله الا كاع الرؤيا بقات دارت معنا مزيان 8 ونص بالضبط ولات كتفيق بكري بزاف وما كذبش عليكم النهار كيدوز زوين مي كتكون فيق بكري النهار صراحه كيولي طويل كديري فيه بزاف ديال الحوايج كيشيط الوقت تبارك الله شوف داك الواد اللي شادو شتيه شادو ما عرفت علاش المهم كان واحد مسكين هنايا كان باغي ينتحر اي والله يهديه شان نقول لكم حق الله العظيم قلت لكم والله الا دوزنا نهار زوين والله الحمد لله دوزنا نهار غزال غزال ولكن صراحه الجي ديال هنا كاديك بالضبط هاد البلاصه خصنا نجيو شويه بكري خصنا نجيو بكري باش على وديت الشوبينغ حيت منين مشينا يلاه خديت بياس وحده صافي بداو كيسدوا فهنايا كيسدوا شويه بكري كيسدوا مع هذيك 8 بحال ما هكاك نورمالمون في عثمان باي في شيش اللي كيسدوا هذيك العشرة ايه ما يضلوا كيبقى لسه 10 ما يضلوا اها مين ما وما كذبش عليكم شوف ياك نفس علي اللي شتيها معايا هادي هاد التريكو اللي خديت شوف عثمان باي في شيشلي في هذوك المحلات وفي صراحه كيبيعوا شي حاجه كاليتي كيبيعوا داكشي كاليتي ديال نفس الكاليتي ديال اللي خديت دابا دابل الثمن يعني الحاجه اللي كانت كدير 700 ليره هنايا اللي ها كدير 1200 1400 هادشي شايفاه انايا واوغوزمون ما خديتش تما كاين بزاف ديال الحوايج صراحه لله ايوا هادشي اللي كاين كبيدات ديالي انا ما كنت ان شاء الله نشارك معكم داكشي اللي خديت صافي اهم حاجه دوزنا نهار صراحه زوين كنينا الحوت ما يمكنش واحد الاجواء فن الصراحه انا كتعجبني بحال هاد الاجواء بحال ما كتكون تكون ميكس بعد ما واحد يتهلا في راسو بعد ما تعطي يدوز قصص بسيطه مع العائله نعم بنتي نعم مطلوب مسان واش فرحانه قلت لكم ما غادي لكم غير من وجهي عيانه ما نقولش لكم دابا شحال الساعة 11 قد الدرية فيها الموت ديال العشاء مسكينة ونشوف معكم أختي أختي تيرارا شوفوا هاد الهيركا تقيلة ديال بصح هادو ستاندر البنات هانتوما مع قصة شوفوا فيها هاد ديتاي فيها ماكا فيها هاد الروج والبلون مخلط اللوينات مي عرفت شوف اللبسة البنات كي كتجي أنا لبسة معاكم المهم ما ديش على الحاله طبعا خصو يكون قاد الحاله باش تبان لكم اللبسه زوينه مي عرفتو راه غزات بسمعها كتجي غادي تجي زوين سورتو الا كان اوفر توب مرانه نقول لكم عرفتو سخون ديال الجو ديال شهر 11 بحال ما كانت البروده شي شويه تلبسي غير هكا بوحدو بلا جاكيت بلا حتى شي حاجه المهم الكويدات ديالي تخليوها تحت كومونتير كيف جاتكم هاد التريكو عجبو زوين او ميم طو كلاس ولكن شنو لكم مريح وصافي هذا ما كان حبيبات ديالي علاش انا ما يمكنش انا فيه مود ديال الناس باش نديماكيي خصني ناسي ديك الناس حيت ديجا انا فقت اليوم مع السبعة وانا ما نقولش لكم عشان عييت 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 ديال بصح بغيت مثلا نحط راسي نمشي نعس رويا ديجا مسكينه حتى هي عيانه الحمد لله ديت لها الماكله ديالها ديت لها العشيوه ديالها ديت لها الدسر ديالها باش ما نضطرش انني ناخذ لها شي حاجه برا ما كنبغيش نكون معاك الناس اللي متابعيني ديما كنبغي نعطي لبنتي الماكله ديال الدار وان شاء الله يا ربي يقدرني نبقى بحال ما هكا تنكبرها ان شاء الله وهذا ما كان حبيبات ديالي يلاه خليتكم على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله نتلاقى يلاه بنات خليتكم على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله نتلاقى